أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا رب السلام حيي سوريا عليا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية أعزائي المشاهدين، مع برنامجكم اليوم من سيقتل المليون. بنحب نذكر بالحلقة القادمة كان معنا المتسابق حسني مبارك اللي حصل على 3000 قتيل، وبالمقابل كان معنا المتسابق الثاني طبعا معمر القذافي اللي وصل ل 20000 قتيل. اليوم معنا متسابق توقعات كلها عم تقول هو الذي سيقتل المليون، المتسابق بشار الأسد من سوريا. شلون المعنويات؟ ممتازة. منبلش بالسؤال الأول، لو أردت أن ترتكب مجزرة في دمشق العاصمة من ستكلف بها؟ ماهر الأسد، رامي مخلوف، آصف شوكت، علي مملوك. سؤال سخيف صراحة، لأنني سأكلف أخي ماهر السفاح طبعا، لأن أخي ماهر صاحب خبرة، فأنت رأيت ما فعل في درعا في بداية الأحداث، وهو صاحب مجزرة صيدنايا. جواب نهائي؟ طبعا طبعا أنا واثق. بأسفني إلك جوابك صحيح، صنعك القتيل وبعد منك نفلوي اللي بتقتل على طول، أما اللي عم يتظاهر ماليش أبدا بدون. السؤال الثاني، لنشوف شلون المعنويات؟ المعنويات جدا 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 ممتازة. طيب، من هو أغبى شخص في نظامك؟ طالب إبراهيم، بسام أبو عبد الله، خالد عبود الملقب بالدوائر والمربعات، أو الجميع أغبياء؟ حسنا حسنا، هلأ بما أنك ما ذكرت وسين شعبان فأصبح الجواب سهل، الجميع أغبياء. جواب نهائي؟ طبعا. بيأسفني أقول لك أنه جوابك صحيح، وصار معك 3000 قتيل. شكرا شكرا يا جورج، دائما دائما انت مواقفك مشرفة مع نظامنا. وهلا منروح قبل السؤال الثالث للعلى، يلي بيطالب بالحرية برحيل الأم الأسدية يبقى الودة ايه جرثومة، يبقى الودة ايه جرثومة، جرثومة. ديتول قاتل الجراثيم برعاية سوريا تيل. السؤال الثالث، هل ستستطيع قمع المظاهرات أو الثورة السورية؟ نعم، لا، ممكن غسل منع الرأس الكل. حسناً، أريد أن أستعين بصديق. ليش ضل لك أصدقاء؟ إيه صح، أنا ما ضل لي أصدقاء، بس يعني أنا بقدر جواب لحالي، مالي مضطر للأصدقاء أساساً. أنا بقول إنه الجواب سهل، سأستطيع أن أقمع جميع المظاهرات غص من على راسي. جواب نهائي؟ نهائي. جواب نهائي؟ إيه نهائي. متأكد؟ إيه طبعاً متأكد. جوابك خطأ. جوابك خطأ. أعزائي المشاهدين، سؤال الحلقة القادمة لمن يود الاشتراك في برنامجنا هو: أين ستبدأ المظاهرات بعد أن يرحل النظام السوري؟ إيران، السعودية، الجزائر، سويسرا. للتصويت كونوا معنا على موقعنا الإلكتروني www.massasetmate.com.
يلعن شرفك على شرف البرنامج. يلعن شرفك على شرف البرنامج. هلا صلحوها يا لعيبة يا خريبة. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في أخبار الإعلام السوري بدقيقة واحدة بس. نحن الآن سنقدم لكم اعترافات أحد المخربين الذين قاموا بأهوال وفضائح. أقر وأعترف بأنني واحد من الذين قاموا بالتخريب. كعكة ولا قائد الثورة والإصلاح. آه يا ماما، قوانين جديدة طرحها اليوم. تم إصدار مجموعة قوانين تضاهي القوانين في العالم الحديث، ومن هذه القوانين قانون الجاذبية الأرضية. للسلام، اتصلوا على قناة الدنيا، وبانتظارك يا أيها المتصل.